مساء الخير منير عجم بالفيديو الثاني عن موضوع التدريب والعلم والتعليم وهالمواضيع هاي. بهالفيديو حنركز نحن شرحنا بالفيديو السابق انه الفرق بيناتهم ونحن هلا بنركز نحن كشركة سكاد كيف بنشتغل وشو بنفضل. طبعا دائما الخيار لنا وطبعا نحن بنفضل انه نتواصل مع الكلاينت. هلا ما رح نشرح كثير نحن الاسرار، هلا خلينا نحكي بالعموميات. خلينا نحكي عن سكاد، ما رح نقارن حالنا مع اي حدا تاني، حنحكي عن حالنا وحنحكي عن منير ولا لوك، لوك بومنز ومنير عجم، وفي عنا غيرهم شباب بيدربوا بيتعاملوا معنا بيتواصلوا معنا. نحن ما بنستخدم فريلانسرز عادة، بس الاساسيين نحن البرنسبل كونسلتنت بسكاد هني منير ولوك. تنقول منير اما لوك كمان حتى ما نقارن منير بلوك، لانه اثنيناتنا فينا نقول دقوا على الخشب. نعتذر عن شوي نشوف حالنا هون. المقصود فيها هون خلينا تكون الشرح بدنا نشرحه هلا يكون علمي. بدنا ناخذ شخص محدد، لو تنقول منير، اوكي عم نحكي عربي منير. علمنا شويه لوك كم كلمه عربي بس ما كفايه يقدر يعطي كورسات بالعربي بعد. اوكي شو بدي ركز هون؟ هل بالشرح بدي اشرح هون؟ بدنا نركز على ثلاث انواع دورات نحن ممكن نعطيها. انا كسكاد عندنا برنامج هائل، كثير دورات تدريبيه عندنا وورشات عمل من ابسط المواضيع بإدارة المشاريع ل يمكن الموست ادفانس. بس حركز على ثلاث كورسات متشابهين الى حد ما. واحد منهم اللي هو بي ام بي اكزام براب، وحنحكي عن البي ام بي اكزام براب لانه بالطبع هو يمكن اكثر مطلوب بالدول العربيه. وكيف ما نبرم على الانترنت بنلاقي عالم عم تحكي انه بي ام بي وبي ام بي وبي ام بي، صح؟ حنعطي نحن كورس بي ام بي، وسكاد بتعطي كورسات بي ام بي وبتعطي غيره. سو هذا نوع من الكورسات اللي بنعطيهم. والنوع الثاني حنحكي فيه، وبالطبع لانه بي ام اي بتطلب 35 ساعه، هذا الكورس حيكون 35 ساعه، يعني تقريبا 5 ايام 7 ساعات بالنهار عادة. النوع الثاني حناخذ نحن ملح بعد عن بي ام اي، حضل بالبي ام اي. هو اذا اعطينا كورس نحن على البومبا جايد عن دليل المعرفه حسب اداره مشاريع بناء للفريم ورك الدليل تبع بي ام اي. لاحظوا ما عم بقول كلمه منهجيه بي ام اي لانه بي ام اي ما عنده منهجيه، على دليل المعرفه تبع بي ام اي اللي هو البومبا جايد. اذا اخذنا عملنا دوره عليه نحن بالطبع بالدوره هذه ممكن مباشره العمل ممكن يكون عندنا نقدر نطلع شوي من ما نضل يكون 100% بومباك جايد، بس فينا ممكن نقدر نتواصل. بس على الاقل بنركز على موضوع العمليات باداره المشاريع، لانه البومبا جايد تركيزه ايسو اليوم ايسو 21500 تركيزه هني على العمليات، يعني البروسيسز والفانكشنز اما النوليدج اريا اللي هن نطاق المعرفه، ولا عنده تسميات بالعربي. هذا تركيز البومبا. سو الكورس الاول بي ام بي اكزام براب، الكورس الثاني project management according تنقول to the Pumba guide. الكورس الثالث، نوع الثالث يعني، هو كورس بناء على منهجية كمنهجية سكاد الكامب اللي هي customizable and adaptable methodology for managing project، اللي هي منهجية مفترض تكون قابلة للتعديل والتخصيص حسب نوع الشغل والمشاريع اللي عم نشتغل تلاقي بالمنظمات. ما لح اشرح على الكامب هلأ، نشرح بمنطقة تانية، بس خليني تكون واضح. يا عم نقول احنا هون تركيزنا على منهجيه تريننج حسب ميثودولوجي، ما ضروري تكون كامب، ممكن يكون اي شيء تاني، ممكن يكون الشركه عندها منهجيتها وبندرب على منهجيه الشركه. بس التركيز هون اكيد نحن كسكاد بدنا ندرب منهجيتنا اللي هي طورناها نحن ب 2007 وعم نضل نطورها. وهلا حنصدر كتاب قريبا، كتاب رقم 5 يمكن، بس حيكون هو التعديل الثالث لهالمنهجيه، يعني فيرجن 3 للمنهجيه. سو منير ولا لوك، اي واحد منا عم بيعلم هالثلاث كورسات، بي ام بي اكزام براب، بي ام اي فريم ورك، اور سكاد كامب موديل، شو البنفيت، شو الافاده للحضور؟ نحن فينا نقول هون بكل تواضع بنقولها، عم نحكي نحن نفس الشخص، ما عم نقارن من غيرنا. صار بتمنى انه ما يكون حدا عم بيفهم انه عم نقارن من غيرنا ولا عم نشوف حالنا على غيرنا. عم نحكي نحن منير نفس الشخص، 35 ساعه دورة بي ام بي فريم ورك ولا ميثودولوجي. بالبي ام بي البنفيت اللي حتاخذوها مني اذا حضرتوا دورة معي على البي ام بي، تنقول البنفيت هي اكس. طبعا نحدد رقم هلا لانه صعب نقدر نقيس الرقم بطريقة علمية، تنقول اكس.
اذا اخذتوا الميثودولوجي كورس سوري الفريم ورك كورس بي ام اي بومباك حيكون 2x اما ممكن يوصل ل 3x. على قبل ما انتقل للميثودولوجي ليش؟ لانه بالبي ام بي بريب كلاس انا مضطر دربكم وهون علم حتى لانه في كثير ناس تجي على الدورات مفترض يكون عندهم خبره باداره مشاريع للاسف عم بيجوا ما عندهم خبره صار مضطر نعلمهم بروجكت مانجمنت. اوكي هون الشخص اللي بده يجي بس انا مضطر علمه بطريقه سريعه تيركز تينجح بامتحان. يعني الهدف من البي ام بي هو ينجح بامتحان. هلا طبعا فينا نقول كمان يتعلم بروجكت مانجمنت اكيد هو اذا درس البي ام بي حيتعلم بعض الامور بروجكت مانجمنت بس تركيز على نجاح بالامتحان. وهنا بقول يعني كثير اللي بيدرسوا الامتحان مثلا بومبك 12 فصل 12 شابتر معظم اللي بيدرسوا بينسوا اول 3 شابتر بيركزوا بس حتى على سوري 13 ايه بيركزوا على بينسوا اول 3 وبيركزوا على 10 ليه لانه ال10 هذيك في نوليدج اريا في انبوت تولز اند تكنيكس وانبوت تولز اند تكنيكس واوتبوت وهذا اللي بيدرسوه هذا خطا. بنحكي فيها اكثر بتفاصيل مره ثانيه بس بشكل عام بينما اذا بتدرب انا على سيرتيفيكيشن تريننج انا مضطر انه اشرح للحضور انه في شيء اسمه بالكوميونيكيشن شانل في فورمولا اسمها n minus 1 times n over 2 انه اسا وفي هون فورمولا وهون في شغله تانية اللي ممكن هالاشخاص وشو هي التيبس والتريكس والاسئله تبع الامتحان والامتحان المادي هي طبيعيه عاديه مش نقول هيني ولا صعبه بس الاسئله الامتحان تنطرح بطريقه تعجيزيه احيانا يعني ممكن السؤال ينطرح الاربع اجوبه ولا واحد منهم صح يعني الجواب اللي بيجي على راسنا انه هذا بالحالي هاي شو الجواب مش موجود فبدنا نضطر نختار من الموجودين اما الاربع اجوبه صح اي هو الاصح اما جواب منقوص معلومات ما فينا ناخذ فبدنا نضطر نفترض امور. هون بالتركيز بالبي ام بي اكزام براب احنا عم نجرب نعلم شخص كيف التيبس والتريكس يعني كيف هي الاسلوب والوسائل تقدر ينجح بامتحان صار عم بيستفيد اكيد وحيدرس وطبع الإفادة حتكون بعدين لقاله أكتر عم بحكيها بعدين في إفادة أكتر لما بينجح ولما بيدرس لأنه حيحط له 200 300 500 ساعة درس. أوكي عم بحكي نحن هلأ إفادة من الصف. أوكي سو ما تحكموا علينا من أمور تاني خلينا نحكي إفادة من الصف. الإفادة من الصف من الخمس أيام من 35 ساعة حياخد إفادة محددة. أوكي اللي هي جيدة إذا مش ممتازة تنقول جيدة بس إنه محدودة هي حدودة X. إذا أخذ فريم ورك كورس لأنه الفريم ورك كورس فينا نركز أكثر على تطبيق المعلومة يعني بدل ما أقول له والله في WBS وهيك شكل WBS ممكن أقول له طبق لي خذ مشروع وطبق لي WBS عليه بدل ما نحكي بالأستيميتنج وأناليجس وما أناليجس فيني أقول له طبق لي سو هون ممكن يكون في شوية تطبيق أوكي بس من ضمن إطار الفريم ورك تبع PMI هو محصور بالعمليات و PMI بتقلنا أنه البومباك is a subset of the body of knowledge هو جزء من المعرفة مش المعرفة كاملة وإذا حكينا في فيديوهات سابقة ما في دون ما أشرحوهم مشان هيك بس بشكل عام لأنه البومباك framework training إذا بنقضي في flexibility أكثر من أنه دخل معلومات و practice exam أكيد الحضور حيستفيد أكثر قلنا 2x أما ممكن 3x بينما داخل methodology course نحن مستعدين نقول حياخد 5 و6x بريحة. ليه؟ لأنه أول شيء لما نعطي ميثودولوجي كورس ما في عنا هالوهم اللي هو اسمه امتحان معناته أنا بتركز على المعلومة. ثانياً لما نعطي ميثودولوجي كورس نحن عم نساهم لهالشخص هيدا يتعلم كيف ياخد المشروع من الفكرة لنهاية المشروع شو هي الخطوات لازم ياخدها وكم مثلاً موضوع الأسيميتين كم أسيمت WBS مين بيعملها وإمتي من العمل وهل في WBS وحدي على المشروع ولا أكتر مين فريق العمل في شيء اسمه فريق عمل ولا مدير المشروع بتاع كله بقى بالميثودولوجي كورس قدرين نحن نشرح بطرق أكتر وكمان الإفادة أكتر لما بيجي نحن هالشخص اللي عم بيحضروا الحضور عم بيجيبوا مشاريع من شغلهم يعني هلا ممكن نعطيهم نحن مشاريع نظرية بس ممكن تكون نظرية بس منطقية أما ممكن نجيبوا مشروع من شغلهم ويطبقوه بالصف. هلا بطبع ضمن 35 ساعة مستحيل نقدر ننفذ مشروع بس على الأقل قادرين نبلش الخطوات الأولى للمشروع هذا ونقدر نتعلمه ستابس الأساسية لكل مشروع. بشان هيك نحن إذا بنرجع نختصر هلأ هالفيديو on a scale of 1 to 10 خلينا نقول البي ام بي ممكن تعطي 2 أما 3 البي ام اي فريمورك ممكن وصلنا للخمسة على 10 10 being the best خلينا نقول ميثودولوجي كورس بوصلنا للثمانية ما رح نقول وصلنا للعشرة لما عم بصح لنا مجال لما بكون عم نجتمع مع العملاء تبعنا والكلاينت تبعنا وعم نقدر نشرح لهم هالشرح اللي عم نشرحه هلا
بالطبع اذا ما في عنده مانديت من الاداره العليا لا بدنا بي ام بي بي ام بي بي ام بي ولا برنس 2 ولا سي اي بي ام ولا اي اذر سيرتيفيكيشن عم بيكونوا كثير منفتحين وعم بيطلبوا يعدلوا. وما بس هيك عاده الشركات والمؤسسات اللي اعطيناها دوره على الميثودولوجي عم بيرجعوا يطلبوا ويكرروا. يعني في شركات اعطيناهم ما راح اسمي اسماء اعطيناهم 3 4 دورات على المنهجيه وعم نحكي نحن شركات من جميع الانواع من مجوهرات لسلك دبلوماسي لصحه لانجينيرنج كونستراكشن لميليتري كله عم بيطلب عم بيفضل لما عم بيشوفه عم بيقارن. وما بس هيك ببعض الدورات يعني مثلا الدوره اللي عملناها بديسمبر كان بس يومين مش خمسه على الميثودولوجي كان عندنا ناس حاضرين احنا دورات بي ام بي سي بي ان مع سكاد اوكي تمام قارن بغيرنا وحتى في ناس معنا اخذين البي ام بي بالصف كانوا وطلعوا من الصف بعد يومين تريننج بس انه في كومنت احد الكومنت الشباب مثلا عطى الكومنت انه this is the best course I've ever taken in my career وهذا شخص عنده فوق ال 20 سنه خبره يعني هو افضل كورس اخذه بحياته من ضمن الكورس البي ام بي اللي اخذه مع سكاد اوكي نرجع نركز ما عم نقارن حالنا بغيرنا عم نركز نحن على موضوع شو البنفيت لك اللي عم بسمع هالفيديو اللي بده يحضر يعني بفكر يوما ما ياخذ كورس معنا يعني معظم اللي عم بسمعوا الفيديوهات بروبلي بحياته ما ياخذوا كورسات معنا لانه مش موجودين بنطاق عملنا بس وين بتروح نحن البي ام بي لنا افضل من ناحيه الفلوس لانه في عندنا البي ام بي ماتيريال الكورس اغلى من سعره اغلى لانه في ماتيريال كمان او هالامور هيدي. بعتقد الفيديو كان شرح وافي وموفق ومكفى فينا نقول شكرا صباح على خير.